الرحمن الرحيم. محاضرة 8 بتتكلم عن الـ ISDN. الـ ISDN هي اختصار Integrated Service Digital Networks. الـ ISDN هو عبارة عن Upgrade للتليفون سيستم، تطوير لغاية التليفونات. لغاية التليفونات كان معمول قبل كده علشان يشيل بس مكالمات تليفونية، بعد كده جاءت الحاجة اللي احنا عاوزين نشيل تليفونات ومالتي ميديا كمان، في فويس وفي فيديو وفي تكست، عايزينه يبقى على نفس خط التليفون، على نفس الشبكه بتاعتها. فجت الانتجريتد سيرفيس ديجيتال نتورك، ومن اسمها ان هي في خدمات متكامله على نفس الشبكه. انتجريتد سيرفيس ديجيتال نتورك، في نفس الشبكه هيحصل سويتشنج وراوتنج ترانسميشن وسيجنالنج في شكل موحد، في شكل يونيفايد. تمام تمام. الاي اس ان سيرفيسز بتاعتنا، الخدمات اللي بتقدمها الاي اس دي ان بتبقى بشكلين، بيرر او تيلي سيرفيس. البيرر هي الداتا فلو في الباينري فورم الطبيعيه عاديه خالص، وهنا مبقاش فيه انكابسوليشن. التيلي سيرفيس هي الابلكيشن اللي بناء على التيرمينال انت بتعملها، سواء بتعمل فاكس او فيديو تكست او تيلي تكست. كل نوع من النوعين فيه نوعين، النوع البيرر في بيزك سيرفيسز وفي سبلمنتري سيرفيس. البيزك سيرفيس اللي هي الخدمات الاساسيه، والسبلمنتري سيرفيس اللي هي المكمله. في البيرر سيرفيس الخدمات الاساسيه زي السيركت سويتشنج او الباكت سويتشنج، والفرق بينهم كان موجود في محاضره قبل كده. السبلمنتري سيرفيس ممكن تكون حاجات لها علاقه بالاوبشن زي الكول اي دي والمالتي بارتي كولز والتشارجنج. حاجه زي المالتي بارتي كولز ان انت ممكن تكلم انت مجموعه يكلموا بعض في نفس الوقت. والتشارجنج اللي ممكن تعمل شحن عن طريق التليفون. التيلي سيرفيسز شحن خلاص في حاجه ما كده مش موجوده لسه، ما جاتش مصر. لا لا لا، ممكن انك تدفع فاتوره التليفون، فاتوره التليفون ايه، فاتوره الكهرباء او الميه عن طريق التليفون. التيلي سيرفيسز في برضه فيها نوعين، بيزك وسبلمنتري. البيزك زي الفاكس او التيلي تكست. التيلي تكست ان انت بتكستينج مجموعه من التكست ومجموعه من الحروف والارقام في شكل تكست عن طريق التليفون. والفيديو تكست جرافس وتكست كلام من ده برضه عن طريق الايه؟ التليفون. والفاكس اللي هو المعروف السكاند دوكيومنتس. وبرضه الخدمات المكمله زي برضه كول اي دي والايه؟ والتشارجنج. تمام. تعال نخش بقى تفاصيل اكتر في الاي اس دي ان، نشوف مجموعه التشانلز عندنا في الاي اس دي ان هي ايه. عندنا ثلاث انواع من التشانلز. اول نوع اللي هو البي تشانل او البيرر تشانل. هي البيت ريت بتاعها بيوصل ل 64 كيلو بت بير سكند. التشانل دي تبقى فول دوبلكس، يعني رايح جاي في نفس الوقت، وسنكرونس. سنكرونس كنا خدناها في محاضره محاضرات قبل كده اظن، ممكن بس اشوفها محاضره ثانيه عشان الناس اللي بعدها. سنكرونس اللي هو بيت اورينتد، سنكرونس اللي هي البيت اورينتد والكاركتر اورينتد بالظبط. خلاص مش مشكله. هي هنا هتبقى بيت ولا ما قالش، ما ذكرش هي بيت ولا بس هو قال انها سنكرونس. قال هي سنكرونس، فالناس ممكن ترجع لها عشان تعرف معنى سنكرونس ايه. وفول دوبلكس. خد بالك ان احنا هنا بنتكلم على البيت شانل، هي بتشيل داتا. طيب فين الكنترول؟ فين الكنترول اللي هنعمله على الداتا دي؟ اللي بيعمل كده بقى الدي شانل، وما قالش الدي اختصار لايه. الدي شانل بتستخدم هنا بتشيل السيجنالنج والكنترول كوماندز فور الداتا فلو على البيت شانل. فبالتالي هنقول ان البيت شانل بتشيل فلو وداتا بس، والدي شانل بتشيل ايه؟ سيجنالنج وكنترول كوماند. قال حاجه هنا كويسه قوي، ان الدي شانل بتستخدم ستاندرد معين اسمه سيجنال سيستم نمبر 7، او ما يسمى بالكومن شانل سيجنالنج السي سي اس. وما اتكلمش، ما قالش تفاصيل اكتر عن الاثنين دول، بس قال ان هم دول ممكن يعني تاخد كورس كامل اسمه اس اس ام 7. وبعد كده الاتش شانل دي هنتكلم عنها بعد شويه، ولكن هي بيرر شانل يعني بتشيل داتا فلو بس، ولكن اكبر من 64 كيلو. دي هنتكلم عنها بعد شويه. دي حاجه برضو بعد كده بيتكلم عن اليوزر انترفيس، دي حاجه ثانيه في الامتحان. الستاندرد اي اس دي ان يوزر انترفيس يبقى نوعين، بيزك وبرايمري. بيزك ريت انترفيس وبرايمري ريت انترفيس. البيزك ريت انترفيس انت بتاخد 2 بي شانل ومعاها دي شانل. 2 بي شانل كل بي شانل بتبقى 64 كيلو بت بير سكند، ودي شانل بتبقى 16 كيلو بت بير سكند. ده البيزك ريت. نوعا دي شانل بتعمل ايه؟ دي شانل بتاعت السيجنالنج والكنترول كوماند. تمام. لان البي بتشيل فلو بس، بتشيل داتا.
فالبيز كريت انترفيس بيكون عباره عن 2 بيت شانل ومعاهم واحده دي. طيب البرايمري ريت انترفيس اللي هو اعلى منه شويه, في منه نوعين, نوع امريكي ونوع اوروبي. النوع الامريكاني اللي هو 23 بيت شانل ومعاهم واحده دي, وده مسمى اللي بيتسمى في الاتصالات الدي 1. الدي شانل طبعا اكبر شويه من البيزك ريت انترفيس, في البيزك 16, في البرايمري هتبقى 64 كيلو بت بير ثانيه. الاوروبي 30 بيت شانل ومعاهم ايه واحده دي 64 كيلو بير ثانيه. لا اي تفاجئ, سواء دي بيت ولا وايت اجيهم اظن بيت. تمام. بعد كده هنتكلم عن الاتش شانل او اتش سيريز اللي كنا قلناهم. الاتش سيريز ليهم ليها تقسيمات كتيره, منها الاتش نود. والاتش نود بتكون عباره عن 6 بيت شانلز مع بعض في نفس الوقت. الاتش نود ده انت ممكن تستخدمه انك تنقل عليه الداتا فلو بتاع مؤتمرات, لان الريت بتاعه مناسب للغرض ده 384 كيلو بت بير ثانيه. الاتش 1 في منه نوعين, امريكاني واوروبي برضو. اتش 1 اللي هو ال1 دي يعني امريكي, 24 بيت شانل مع بعض, و30 بيت شانل ده في الاتش 1 2, ده اللي هو البرايمري اللي كنا قلناه من شويه. بس البرايمري كان في ال هنا كان 23 ما كانش 24. فال 30 دي اللي هي اللي زي البرايمري الانظمه الاوروبي في البرايمري. طيب تمام. بعد كده الاتش 2, اتش 2 1 اللي هو الامريكي 690 بيت شانل مع بعض, والاتش 2 2 اللي هو الاوروبي 512 بيت شانل مع بعض. الاتش 3 مالوش ستاندرد فبالتالي مش معانا. المفروض هنحفظ الارقام يا عم, انت جت على دي مركزين. وبعد كده الاتش 4 ده 139 ميجا بت بير سكند, ما قالش فيه امريكاني اوروبي والكلام ده. وبالتالي زي البيت شانل, الاتش شانل برضو او لما هتاخد كونفجريشن في اتش شانل بيعتمد على الدي لاينز او الدي شانلز الموجوده عندك اساسا. فمثلا ممكن يكون كونفجريشن بالمنظر ده, انت واخد برايمري ريت انترفيس 23 بي بلس دي. تمام. 23 بي بلس دي انت ممكن تقسمه انت براحتك, ده اللي هو امريكي صح؟ ده اللي هو تي 1 بالظبط. فانت ممكن 23 بي دي تقوم قسمهم ان هم يكونوا 3 اتش نود, 3 اتش نود, اتش نود دي 18. يعني 18 شانل ومعاهم ناقص لك 5 تخلي 5 بي, ودي اللي بتخدم على البيت شانل. في حاجه برضو مهمه عايزين نقولها هنا, ان الدكتور لو في الامتحان قال لك اي اس دي ان, يبقى هو بيقصد النارو باند اي اس دي ان اللي هو في محاضره كمان. لو عايز هو يقصد النوع, يقصد النوع الثاني من الاي اس دي ان, هيقول لك البي اي اس دي ان او الواي باند اي اس دي ان. لو ما ذكرش جنبه حاجه يبقى باي ديفولت هو الايه الان اي اس دي ان اللي هو النارو باند. بعد كده اتكلم عن الستاندرد اي اس دي ان اكسس بوينتس, اللي هم الار والاس والتي واليو والبي متوزعين على الشبكه بالمنظر ده. فلو عندنا هنا تيرمينال ايكويبمنت من تايب 2 متوصل على تيرمينال ادابتور, هيكون متوصلين على نتورك تيرمينال من تايب 2, متوصل على نتورك تيرمينال تايب 1, وبعد كده بتخش على الاكستشينج او سنترال بتاعك في لاين تيرمينيتور والاي اس دي ان كلاود بتاعك. ال ان تي تايب 2 ده نتورك تيرمينال تايب 2, ده زي بالظبط عامل زي الاستاتستيكال مالتيبلكسر, ان انت بتجمع عليه او ترافيك كونسنتريتور بيجمع كذا تيرمينال داخلين عليه ويدخلهم على النتورك او الكلاود بتاعتنا. ولكن لو انت هتوصل تيرمينال ايكويبمنت من تايب 2, التيرمينال ايكويبمنت من تايب 2 ده ما بيبقاش كومباتيبل مع الستاندرد او اللي هو السي اس السي سي اس اللي هي الكومن شانل سيجنال, كومن شانل سيجنال. فبتحتاج توصل التي اي تايب 2 مع حاجه اسمها تيرمينال ادابتور. التيرمينال ادابتور ده هو اللي بيحول النون سي سي اس الى سي سي اس. والتي اي تايب 1 ده بيكون كومباتيبل, مش محتاج توصل. فبالتالي التي اي 2 مع تي اي الاثنين مع بعض يمثلوا لي تي اي تايب 1.
تمام. ال ان تي تايب 1 ده هو اللي يعتبر الحد الفاصل ما بين اليوزر، حدود اليوزر وحدود الايه النتورك او الاكستنج بتاعك. الكلام ده هو المذكور في الحته دي كده بالتفصيل. من ضمن الحاجات اللي بيعملها ال ان تي 1 اللي هو موجود هنا ده، ده انه بيعمل حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس اوف سيرفيس مونيتورنج، جوده الخدمه، ويعمل لوب لوكال لوب باك تيست. تمام. واللاين ترمينيتور ده بيفيد دي سي باور للنتورك وبيعمل ريموت لود باك تيست. تمام. بعد كده هنخش على النمبرنج. نمبرنج ان اي اس دي ام، النمبرنج في اي اس دي ام بيكون ماكسيمم 55 ديجيت، 15 ديجيت بيديهولك الاي تي يو، جزء فيهم للكونتري كود، وجزء للاي اس دي ام بروفايدر الشركه اللي انت متعاقد معاها، وجزء ليك لليوزر اي دي، دول بيكون 15 ديجيت. وبعد كده مسموح لك 40 ديجيت كحد اقصى عشان تحدد السب ادرس ابلكيشن بتاعك. احنا كنا متفقين الاي اس دي ان بتتيح لنا اعمل كذا ابلكيشن، فهنا الجزء بيكون بتاع الادرس بتاع الابلكيشن بتاعك. تمام. بس في حاجه انا عايز اوضحها، ان ممكن الدكتور يجيب لنا سؤال في الامتحان يقول لك اتكلم او ارسم النمبرنج في الاي اس دي ان، انت حافظها بالمنظر ده، ان انت هتكتبها كده وماكسيمم 5 ديجيت ومش عارف كلام من ده واي تي يو هنا كلام من، تفاجئ ان انت مثلا مش واخد درجه السؤال ده. ليه؟ لانك ما كتبتش الاي تي خسر ليه مثلا، ما كتبتش الاي اس دي ان خسر ليه، انت حافظها كده، ولكن هو مديها لك في السؤال كده لان هو معتمد، هو مدي لك الاي اس دي ان خسر ليه قبل كده، وقايل لك الاي تي خسر ليه في محاضره اولانيه خالص. فخد بالك وانت بتحل السؤال بتاعك، ايوه افتكر ايوه وانت بتحل لو في اي حاجه مش كاتب اختصارها انترناشونال كوميونيكيشن. متفقين؟ متفقين. احنا العايز اس دي ام اختصار ايه؟ النتوركس او ماشي، ربنا يستر الموضوع الاختصار. وبعد كده الحته الجميله دي ان هنا بس بيعايز يوريك البي شانل، لو هنوصلها من وجهه نظر الاو اس اي هتبقى عامله ده، هنقسمها، هنحاول نقسمها لايرز، هتكون شكلها عامل ازاي. فهتكون ان احنا عندنا في فيزيكال لاير اللي هي الانترفيس بتاعنا تحت اهي، البي ار اي او البي ار اي. بعد كده هنلاقي عندنا في لاير 2 هنلاقينا اللاب او اللاب بي بلانس مود، وهنلاقي مثلا عندنا لاير 3 اكس 25 مثلا على سبيل المثال. وهيكون برضو في سيركت سويتشنج، وفي فيرتشوال كونكشن بي في سي او اس في سي، ولكن خد بالك ان ما بيحصلش انكابسوليشن في البي شانل. كذلك البي شانل لو هنبص لها من وجهه نظر الاو اس اي، هنحاول نقسمها لايرز، هنلاقي ان احنا عندنا الفيزيكال لاير، بعد كده اللاب ولكن من دي، من نوع دي، اللي هو بيسبورت السي سي اس او الاس اس ان اس اس ان 7. وهنلاقي عندنا في اللاير اللي فوقيها بيحصل سيجنالينج واكس 25 مثلا موجود. بعد كده هنلاقي مثلا ان مسموح لك بليميتد داتا لليوزر، ممكن تبعت على دي شانل داتا ولكن ليميتد. ممكن تستخدم الدي شانل ان انت برضه تعمل ان انت تدفع مثلا الفلوس او تعمل حاجات ليها علاقه بالالكتريستيميتر او الووتر ميتر او ليها علاقه بالفاير الارم والبانكينج، يعني مجموعه خدمات تقدمها لك الاي اس دي ان. مشكورة مصرحة اي اس دي ان ده ابن حلال. خلاص احنا كده هنخش على محاضرة 11 اللي هي تكملة تكملة المحاضرة.